بهدف توفير سيولة إضافية للاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات مختلفة أملتها بالخصوص جائحة كورونا، فعل صندوق النقد الدولي آلية حقوق السحب الخاصة والتي بمقتضاها سيوزع نحو 650 مليار دولار على أعضائه، وهو أكبر توزيع في تاريخه من الاحتياطات النقدية وفق ما أعلنته المديرة العامة للصندوق كريستالينا جيورجيفا. فما هي حقوق السحب الخاصة والفرق بينها وبين القروض التقليدية للصندوق؟ هو أصل احتياطي، وهو أداة ووسيلة هدفها الأساسي ضخ وتمويل النظام الاقتصادي العالمي. هو أداة ووسيلة أنشأها صندوق النقد الدولي كما قلت أنت عام 1969. الهدف الأساسي اعتبارها مكملات للاحتياط الرسمي للبلدان الأعضاء. حقوق السحب هذه ليست عملة ولا مطالب على صندوق النقد الدولي، بمعنى ماهيش قروض، بل هي احتياط، أصل احتياطي دولي ينجم يتحول إلى عملة احتياطية يتم استعمالها من قبل البلدان الأعضاء اللي طلبت واللي محتاجة للسيولة هذه. تم الالتجاء منذ تاريخ إقرار هذه الوسيلة إلى أربع مرات، عام 1970، عام 1979، عام 2009 وعام 2021، وكما لاحظتوا كلها سنوات عاش فيها العالم أزمات اقتصادية ومالية ونقدية كبيرة. وستكون حقوق السحب الخاصة بتونس في حدود 775 مليون دولار، وهو مبلغ تحدده نسبة مساهمتها في صندوق النقد الدولي، مبلغ من المفترض أن يوظف لدعم الاقتصاد الوطني في هذه الظرفية الاستثنائية. تونس باش تقوم باستعمال السيولة هذه نظرا للوضعية الحالية نتاعنا، والأواني هو راه مش مستوى كبير، معناتها نحن القروض الآخرين اللي خلصناهم 1 مليار دولار، معناتها القروض اللي خلصناهم أكثر من، أما باش يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وسد بعض الحاجات نتاعنا، أما لازم زاد نستعملوه بطريقة جيدة، معناتها مش خاطر فما فلوس هذه متوفرة باش نستعملوه كما نحبوا، لازم نردوا بالنا على خاطر هذه وضعية استثنائية لازم نعرفوا ونحسنوا الاستعمال نتاعهم. بعض البلدان الأعضاء الكبرى في صندوق النقد الدولي اتفقت فيما بينها على مساعدة البلدان الأكثر احتياجا للتمويل، وذلك بإعطائها جزءا من حقوق السحب الخاصة بها. من هذه البلدان الولايات المتحدة وفرنسا، ما يمثل فرصة جديدة متاحة لتونس لتوفير سيولة إضافية شريطة توفر خارطة طريق اقتصادية واضحة. فما سيولة متوفرة على مستوى العالم، أما راهو مش خاطر فما سيولة متوفرة تنجم تستعملها كما تحب، السيولة هذه متوفرة، دونك فما فرصة فما نافذة من أجل أن تونس تستغل النافذة هذه بطريقة مثلى، أما راه مرتبط بالأساس بالقدرة متاعنا على أنه نوريه اللي نحن ملتزمين بإصلاحات، أنه عندنا رؤية واضحة، أنه ماشيين في الطريق الصحيح، ولو يكون على مدى عامين ثلاثة أربع سنوات ماهوش هذا الإشكال، الإشكال نكونوا نعطيه برنامج متاع إصلاحات وبرنامج متاع خروج من الوضعية هذه بالمسار السياسي والمسار الاقتصادي متاعه. مرة أخرى يتجلى الارتباط الوثيق بين الشأنين الاقتصادي والسياسي، سيما في علاقة بالرسائل التي يلتقطها الفاعلون الاقتصاديون في الداخل والشركاء الدوليون في